دخل عليكم موس تبيع قناة شوف تي في. للأسف الشديد الطريق في حالة كارثية، كلها محفرة، يعني مع هاد التساقطات المطارية أكثر. بنية هشة، كل حفرة قد البركة المائية. للأسف هذا المشكل ديال البنية التحتية الهشة والحفاري اللي كيبانوا بمجرد يعني بعد بضع تساقطات مطارية، المسؤولين ما كيعيروش اهتمام، ما عندوش مشكل، كيديروا حلول ترقيعية. قليل فين كتلقى شي طريق اللي هي مقادة ومصايبة هنا في مدينة الدار البيضاء، وخصوصا في الأحياء الشعبية. كيوقعوا عدة حوادث سير، لا بالنسبة للمستعملين يعني السيارات ولا الدراجات النارية. لأن بسبب هاد الحفار هادي كيوقعوا مشاكل كبيرة. إذن صباحكم مبروك، مستمعي قناة شوف تي في، وإلى اللقاء في متن آخر بإذن الله.